مشاهدي موقع التداول وشركة CFI مرحبا، نقدم اليوم ملخص جديد للأسواق المالية. بيان الاحتياطي الفيدرالي أمس حيث رفع أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس كما كان متوقع، ولكن الدفعة الإيجابية جاءت على الدولار ليست كثيرا، ولكن كان هناك انخفاض على اليورو والباوند بعد أن أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن الاقتصاد في الولايات المتحدة قوي وأن النمو لا يزال مستمر في الارتفاع. ولكن الناتج المحلي الإجمالي الذي سيصدر اليوم توقع أن يأتي دون تغيير نفس النسبة عند 4.2%، وهذا يعني أن الاقتصاد لا يزال ينمو في طريقة مستمرة وأن البيانات الاقتصادية إيجابية. وأيضا أشار جيروم باول إلى أنه سيتم رفع أسعار الفائدة وربما قد يتم رفعها مرة أخرى هذا العام، لكن الدولار استمر في التداولات الأفقية حاول اختراق مستويات 94.37 لكنها كانت مستويات مقاومة قوية. حاليا كسر مستويات 93.80، نتوقع أن يصل إلى مستويات 93.20، أما اختراق مقاومة 94.37 توقع أن يصل إلى مستويات 94.80. اليورو الذي انخفض في تداولاته طبعا مطلع اليوم أيضا هبط دون مستويات 171، وصل إلى مستويات 170 حاليا استقر عندها، في حال كسرها يصل إلى مستويات 116.85 وربما 116.65، أما في حال اخترق مقاومة 117.75 نتوقع أن يصل مستويات 117.45. ننتظر اليوم القراءة النهائية لثقة المستهلك في المنطقة الأوروبية عن شهر ديسمبر. الباوند أيضا انخفض في تداولاته ليس فقط مع تحسن الدولار بعض الشيء والبيانات الإيجابية من الولايات المتحدة، ولكن أيضا ضبابة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعرقلت المفاوضات التجارية خصوصا بين بريطانيا والمنطقة الشمالية. كان هناك بعض التداولات السلبية على الباوند وحاليا لا يزال يستمر بهذا المسار الأفقي، ودعم مهمة عند 131.30 في حال كسرها يصل إلى مستويات 130.50، أما في حال اخترق مقاومة 132 نتوقع أن يصل إلى مستويات 132.70. كذلك مع البيانات الإيجابية في اقتصاد في الولايات المتحدة كان هناك انخفاض لأسعار الذهب الفورية حيث وصلت تقريبا إلى مستويات 1190، حاليا هناك مستويات دعم مهمة في حال كسرتها تصل إلى مستويات 1180، أما في حال اخترقت مقاومة 1200 وربما 1212 نجحت مستويات 1190 طبعا في تحقيق ارتداد إيجابي للذهب حيث وصلت إلى هذه المستويات وعاد الذهب واستعاد بعض من عافيته. أما مؤشرات الأسهم الأمريكية التي تخلت عن مكاسبها في وقت سابق وانخفضت بشكل حاد في أواخر تداولات أمس بعد أن علق رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن سيتم رفع أسعار الفائدة قد يتم رفعها مرة أخرى خلال هذا العام. انخفض مؤشر الداو جونز ليصل إلى مستويات 26385، ولكن حاليا هناك موجة هابطة ولكن لا يزال المسار الصاعد مسيطر على مؤشر الداو جونز. هناك مستويات مقاومة رئيسية عند 26470، في حال اخترقها يصل إلى مستويات 26580، أما في حال كسر دعم 26222 يصل إلى 26060 نقطة لمؤشر الداو جونز. في الولايات المتحدة والأجندة الاقتصادية اليوم كما أشرت ننتظر القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الذي نتوقع أن تأتي على أساس ربع سنوي عند 4.2% كما الربع السابق. أيضا ننتظر في الولايات المتحدة طلبات إعانة البطالة الذي نتوقع أن تأتي بأرقام بعض الشيء إيجابية. مشاهدينا أشكركم للمتابعة، أدعوكم لزيارة موقعنا على تداول.com وصفحاتنا على التواصل الاجتماعي.